تعقد إدارة الإنتر الإيطالي مع الفرنسي فيلا وقربها من ضم الشيلي ميدال، أصبح بقاء الدولي الجزائري سفير طايدر مع الفريق شبه مستحيل خلال الميركاتو الجاري، خاصة وأنه مطلوب من طرف العديد من الأندية. متوسط ميدان بولونيا السابق، وحسب ما كشفت عنه صحيفة توتو سبورت الصادرة في تورينو، طلب في الساعات القليلة الماضية مقابلة مدربه في الإنتر والتر مانزاري من أجل توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف بخصوص مستقبله مع النيراتزوري. تايدر مطلوب من فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو الذي يشرف عليه مدربه السابق في بولونيا ستيفانو بيولي، وهو الأمر الذي يجعل الجزائري يقترب من نسور العاصمة الموسم القادم.